أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يدل على أحسن السبل وهي سبيل الإسلام ويخبر المؤمنين بالله الذين يعملون الأعمال الصالحات بما يسرهم وهو أن لهم ثوابا عظيما من الله ويخبر الذين لا يؤمنون بيوم القيامة بما يسوءهم وهو أن أعددنا لهم يوم القيامة عذابا موجعا ويدعو الإنسان لجهله على نفسه وولده وماله عند الغضب بالشرور مثل دعائه لنفسه بالخير فلو استجبنا دعاؤه بالشر لهلك وهلك ماله وولده وكان الإنسان مجبولا على العجلة ولذا فإنه قد يتعجل ما يضره وخلقنا الليل والنهار علامتين دالتين على وحدانية الله وقدرته لما فيهما من الاختلاف في الطول والقصر والحرارة والبرودة فجعلنا الليل مظلما للراحة والنوم وجعلنا النهار مضيئا يبصر فيه الناس فيسعون لمعاشهم رجاء أن تعلموا بتعاقبهما عدد السنين وما تحتاجون إليه من حساب أوقات الشهور والأيام والساعات وكل شيء بيناه تبيينا لتتميز الأشياء ويتضح المحق من المبطل وكل إنسان جعلنا عمله الصادر عنه ملازما له ملازمة القلادة للعنق لا ينفصل عنه حتى يحاسب عليه ونخرج له يوم القيامة كتابا فيه جميع ما عمل من خير وشر يجده أمامه مفتوحا مبسوطا ونقول له يومئذ اقرأ أيها الإنسان كتابك وتولى حساب نفسك على أعمالك كفى بنفسك يوم القيامة محاسبا لك من اهتدى إلى الإيمان فثواب هدايته له ومن ضل فعقاب ضلاله عليه ولا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى وما كنا معذبين قوما حتى نقيم عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم